وقفنا وقفه كويسه جدا للحفاظ على سمعه وكيان هذا المكان الراقي المحترم لناسه وطلبته وموظفينه وكل العاملين عليه، ان هذا المكان لا يستحق ان اي انسان يشوهه. انا بكرر، لا يستحق ان اي انسان يشوهه. أحييكم ثانياً بتحية الوطن، تحية جمهورية مصر العربية، وإلى السلام الجمهوري. السيدات والسادة، يخطب من يظن أن التطرف الفكري أو العقائدي شيء من جديد المستحس، بل هو في الحقيقة ظاهرة قديمة خدمت الإنسانية ذاتها. فميزه من الإنسان على طريق هذه الظاهرة تلازم السلوك والتصرفات والمعتقدات بعد البشر. أتمنى لكم يوم سعيد، ونستمع إلى اسمحوا لي أقدم يعني صديقي العزيز الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي. أعتقد أن أديله مساحة من الوقت أحسن عشان تستمتعوا باللقاء. شكرا جزيلا. زي ما الدكتور شريف ما كان بيقول، هو التطرف ليس معناه التطرف للإرهاب، أيضا التطرف للعكس هو نوع من أنواع التطرف. إذن الوسطية هي المرادف الآخر للتطرف. الواقع إن البلد بتتقدم بعقول شبابها، لكن إحنا بنقاوم بآفة كبيرة جدا وهي آفة التواصل الاجتماعي. التواصل الاجتماعي هي يعني حرب شنيعة تتمتع بكم من الشائعات الشبه يوميه اللي احنا بنقابلها كعمل عام، ان احنا يوميا بنجابه الشائعات. كل دورنا ان احنا ننفي هذه الشائعات. Thank you.
work against the prostaglandin. So it's an anti-prostaglandin. How the steroids work? If this is a non-steroidal anti-inflammatory, how steroids work?